انطباع جميل يغمرك عند زيارة المشاتل والتجوال ما بين النباتات من أشجار وأزهار، وما تعكسه عليك بطاقة إيجابية. وأيضا أصبحت المشاتل مكانا لتبادل الأفكار وتلاقحها. المشتل هسه صاير متنفس العوائل، متنفس إنه الضغوطات اللي بالبيت، ضغوطات العمل. احنا هدفنا انه بس مو بالعائله الكبار يجون يقضون اوقات، الاطفال هم لازم يقضون اوقات ممتعه، يعني من خلال الملاعيب المراجع. المشتل هو مو بس يعني نجي نشتري زهور او نشوف النباتات الجميله، هو نفس الوقت متنفس، يعني لنا نغير جو، نشوف الطبيعه الحلوه. ما شاء الله كأنما داخلة غابة. والله أنا أحب النباتات الخارجية والداخل، بس يعني درجة الأولى نباتات الداخلية وأحب أعتني بها. تضم المشاتل أنواعا وأصنافا غريبة ومألوفة من الأشجار والأزهار، قسم منها مستورد وآخر إنتاج محلي، ولكل منها طريقة عناية خاصة وتسميد. نقوم بإنتاج شجرات الزينة المختلفة، أنواع منها جهنمون المتسلخات وغير أنواع، وأيضا نقوم بإنتاج أشجار الفاكهة منها زيتون وباقي الأصناف. أغلب النباتات الزينة الداخلية مزروعة بتراب بيتموس، فالمشتري يأخذ رأسا يحولها على تربة زيميجية، فهذا ميل عامها. أنا أنصح من خلال تجربتي بالنباتات وإنتاج نباتات زينة بأنه يستخدمون الأسمدة النقية خلال فترة النمو، يعني تراكيب تختلف. مثلا بالبداية سماد انه نشط المجموعة الجذرية، استخدم سماد بسور عالي. كمرحلة ثانية استخدم الام بي كي اللي هو 20-20. فكل نبات مثلا هو مثلا حجم صغير استخدم غرام على اللتر، كل ما تكبر اسويها غرامين. اهتمام ورغبة في اقتناء النباتات الداخلية منها والخارجية لما تضفيه من طابع جميل على المكان. الناس تأتي إلى هذا المكان لتغيير الجو والإحساس بالراحة، وفي ذات الوقت يقتنون ما ينال إعجابهم من الزهور. أنا اصطحبت معي زوجتي التي تريد شراء مجموعة من نباتات الظل، وهي الآن تختار ما يعجبها لوضعها في المنزل. اهتمام ورغبة في اقتناء النباتات الداخلية منها والخارجية لما تضفيه من طابع جميل على المكان. إقبال متزايد على المشاتل ليس من أجل الشراء فقط، وإنما أصبحت هذه المشاتل متنفس للعائلة العراقية وقضاء أوقات ممتعة فيها. أسيل الربيعي لبرنامج صباح الخير يا عراق، كركوك.